السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام أهل بيته العظام المسلمين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، تجديد في الكلام على ابن تيمية. كما قلنا بأن ابن تيمية عرضناه عليكم، ابن تيمية الأصولي، ابن تيمية الفقيه، ابن تيمية المحدث المفسر. اليوم لابد أن نجدد عهد أيضا في ترجمة ابن تيمية والكلام على ابن تيمية صاحب عقيدة السلف، وهذا أهم ما ميز ابن تيمية. هذا أهم ما ميز ابن تيمية، تجديد العهد مع ابن تيمية. ابن تيمية صاحب العقيدة السلفية. ابن تيمية هو الذي أبرز للناس في المتأخرين عقيدة المتقدمين. ابن تيمية الذي نصر عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، قضى على أهل البدع، كان يتتبع أهل البدع بأصولهم، يعني المسألة ما كانت تسكين للناس وبيان البدعة وينتهي، كان ابن تيمية يقاتل من أجل إظهار أصول أهل السنة والجماعة التي تبين التمايز بين أصول أهل السنة والجماعة وأصول أهل البدعة والضلالة. لذلك أنا أتكلم عن ابن تيمية صاحب العقيدة النقية، ونتفقد في ذلك أولا ابن تيمية وتأصيلات السلف، ابن تيمية واتباع العقيدة النقية، عقيدة سيد البشرية في رب البرية، ابن تيمية وأصول أهل البدع، ابن تيمية هل خالف السلف في شيء من الاعتقاد؟ هذه مسائل لابد أن نتطرق إليها عند الكلام على ابن تيمية الذي أصل لأهل المتأخرين أصول أهل السنة والجماعة، وقد يعني كشف الله به زيغ أهل البدع الضلالة. العجب العجاب أن ابن تيمية قال لأهل البدع، قال لهم كلاما عجيبا، قال لهم: أترك لهم سنوات ثلاث أن تأتوني بواحد من القرون الخيرية الثلاثة المتقدمة على قول قلتموه أنه قال أو تبناه، معكم ثلاث سنوات. وأيضا قال: معكم ثلاث سنوات أن تخرجوا لي قولا أنا لم أتبع فيه السلف. وجلسوا، ما انتصرت العقيدة بذلك، ما استطاعوا لا أن يأتوا بأحد من السلف يقول بقولهم في هذا الباب، وما استطاع أن يعني أن يأتوا بقول هو لم يكن له صدى في السلف فيما قال. لأنه ابن تيمية في هذا النظر ترى أنه إن لم يتكلم بكلام السلف نصا ونقلا أصل أصولهم ثم خرج عليه، أصل أصولهم ثم خرج عليه. ولذلك هو قال لهم: ائتوني بكلام أنا قلته خرجت فيه عن الأئمة الأربعة. لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا في الاعتقاد. لذلك نقول عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني هو يتكلم عن ابن تيمية، قال: هو الحافظ تقي الدين ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني الدمشقي. أنا عجبتني منه، ولذلك قلت أنقل لكم كلامه، عجبني منه أنه أول ما صدر الباب على ابن تيمية قال: شيخ العلوم الإسلامية، ما في أحد يداني. وكان بعض مشايخنا إذا تكلم معنا عن ابن تيمية قال: العجيب في ابن تيمية أنك إذا تكلم في علم قلت لا أجد أحدا يقول أحدا أتقن هذا العلم مثل ما أتقن ابن تيمية، كأنه لم يتعلم أي علم غير هذا العلم الذي يتكلم فيه. يجمع كل قواه العلمية وكل ما عنده من قريحة ومن ذكاء ومن اعتقاد وأدلة يجمعها على هذا العلم، فتحسب أنه ما من أحد تكلم في هذا العلم إلا هذا الرجل، ما أحد أتقن هذا العلم إلا هذا الرجل، وتقول بأنه لم يتعلم من العلوم إلا هذا العلم. نعم، هذه من الله، هذه من الله، إن الله يرفعه بهذه الطريقة، هذا أمر يعني مصطفى. ولذلك الله جعل جنده واصطفاه له، عاش عمره كله ما عنده شيء، ما عنده أي شيء يعني يعرفه في حياته الكلام، مش ما عنده شيء يعرفه في حياته إلا الله، إلا ذلك. كان لا يعرف شيء عن لا الدرهم ولا الدينار، ولا ما كان يعرف شيء بحال من الأحوال إلا دين الله جل وعلا، ليتعامل في الدنيا بأسرها ما يعرف إلا أن يفعل ذلك. شيخ العلوم الإسلامية، وهذه كلمة عجيبة جدا، كما قلت أنه كأنه قال: إذا تحدث في الفقه فهو رأس الأمر، إذا تحدث في الأصول فهو مؤسسها بعدما أسسها الأولون على تخريج الأولين، إذا تكلم في التفسير فهو بحره الذي لا ساحل له، إذا تكلم في القواعد فهو العلم الذي يخرج ويفرع على التأصيل العام في القاعدة الكبرى والأدلة عليها.
إذا تكلم في مسائل العقيدة فهذا ميدانه الذي لم ينازعه فيه أحد بحال من الأحوال. نعم. قال شيخ العلوم الإسلامية وأساس القواعد الدينية. هنا عبارات عالم، وذلك الإنصاف عزيز، هذا عالم حنفي اليماني في هذا الباب، يعني هو ينظر لابن تيمية نظرة أخرى وبيقول شيخ العلوم الإسلامية الذي أسس القواعد وأساس القواعد الدينية، كأنه هو أساس القواعد الدينية، لأنه تعرف أصلا عندما يقول لك في الترجمة هذا قاعدة، ما معنى؟ هاي عندك كنت تتكلم عن العلم تقول هذا قاعدة الباب. عمر ماذا معنى؟ الأساس. لا خلاص فهلو شيخنا الحقيقة نقول هو قاعدة الباب، يجمع أصول المسائل كلها. يعني كل فرع يرد إليه، وهو الذي يؤسس لكل الأساس، يعني هو كل العلوم اجتمع، أو كل الإتقان اجتمع فيه. نعم. نستغفر الله، يا ربنا رضى عنك يا أشرف، هذا حسن ظنك وإحسانك لنا، رضى عنك يا أستاذ أشرف. قال وابن بجدة الأحاديث النبوية جمع من المعقول والمنقول، شوف جمع من المعقول والمنقول، ورد على فلاسفة الحكماء فيما يتعلق بالمعقول، إذا تكلم في مسألة فحدث عن البحر ولا حرج، أي مسألة تكلم فيه. وده طبعا أخذ ابن تيمية عندما يتكلم في المسائل مأخذا معينا، وش هو؟ نأتي بأدلة المخالفة، لا يأتي بفروع كثيرة ويقولون هذه الفروع ليس لها علاقة بالمسألة. وحقيقة ابن القيم يقول ولضعف همتهم، نعم قال ولضعف عقلهم لا يفقهون أن الإمام لا يأتي بالمسألة وفرعها، يأتي بالوسائل التي تصل إلى فرع المسألة، ما يترك شيئا منها بحال من الأحوال. التوسع هذا طبعا يفتح له علوم أخرى في هذا الباب. قال إذا تكلم في مسألة فحدث عن البحر ولا حرج، وإذا استمر في معنى من المعاني لا كد سامعه يقول عنه خرج، مع فصاحة اللسان وبلاغة ملكة أزمة التبيان، يعني الرجل كان فحلا صراحة. الحمد لله، رضي الله عنك أحمد كمال، رضي الله عنك أيها النبيل، حفظك رب. وأما زهد في الدنيا ورفض زخرفها فإليه الغاية، وعنده يوجد في هذا الشأن النهاية، أجمع من شاهد معارفه وتحقق عوارفه أنه نسيج وحده وفريد وقته في علمه ومجده، كان له اطلاع على مذاهب الإسلام وإتقان لمسالك الحلال والحرام ودراية بالتوراة والإنجيل، يعني الرجل ما ترك شيئا لا شريد ولا وريد إلا أتى بها، وعلى الجملة لم يسمح الزمن له بمثيل. يعني هذه الكلمة يتحرج منها بعضهم، لكن ده صحيح. ابن تيمية أيضا قال عنه الشوكاني عز الزمان أن يأتي بمثله، قال لم يسمح الزمان له بمثيل، تقصر العبارة عن ذكر صفاته على التفصيل، فلذلك جاء لسان العلم بها مسرودة على طريق الإجمال، ولو شرع في تفاصيلها لأوقر منها الأحمال والأحمال. ما زال يسبق حتى قال حاسده له طريق إلى العلياء مختصر، ده الحاسد، ده الحاسد، أما المنصف ماذا سيقول؟ شوف يعني حقا كلام عجيب. قال ما زال يسبق حتى قال حاسده له طريق إلى العلياء مختصر، وده طبعا أصلا يفهمك أمرا، وش هو؟ لأنه أصلا طريق العلياء بالذات معروف، طريق العلياء بالذات طريق مضلل، طريق وعر جدا. نعم، يعني طريق من شدة غموضه ومن شدة ما فيه من عثرات ما يستطيع أحد حتى يفكر فيه، طريق العلياء ليس بالهين. لذلك كل من رام العلياء وكان عنده راحة البدن وراحة البال فاعلم أنه في عليان أخرى ليس في العلياء المطلوب، وليس سائرا على الطريق أصلا. طريق العلياء وعر جدا جدا جدا، وفي عثرات كثيرة، يعني كلما مشى المرء إليه وعلى يأتي زخرف معين بهرج يجعله يقف ويحسب أنه وصل، فينتهي أمره إلى هنا، ده نهيك بقى، لأنه بعد ما ينتهي أمره إلى هنا يتقاعس فيسقط مرة ثانية، لأنه ما تكامل إلا تناقص،
ما في شيء تكامل إلا التناقص. لذلك المرء هنا في هذا الباب لابد أنه للنهار صباح مساء يفتقر إلى الله كما افتقر الإنسان بقولي وأعوذ بك من الحول والقوة وبك أصول وبك إيش أجاهد، فأعوذ بك من الحول بعد الكوة. فهي مسألة لابد أنه ليل نهار يتكلم فيها في هذا الباب، لأنه حتى لما رعب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أم حبيبة أتخاف وأنت رسول الله وأنت الذي قال فيك الله جل وعلا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال لها القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن، ما يضمنني القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، يعني لحظة واحدة ينتهي. والله جل وعلا أرعب الناس عندما قال إن الله يحول بين المرء وقلب، في لحظة واحدة يقلبها الله جل وعلا تنتهي المسألة في لحظة واحدة، في لحظة واحدة. والمسألة عند الله جل وعلا عن علم وحكمة، عن علم وحكمة سبحانه جل في علاه. والحقيقة كما قلنا أنه يقول ما زال يسبق حتى قال حاسده له طريق إلى العلياء مختصر، وهذا معناها أن كل وعورة الطريق الله جل وعلا جعلها كلها مغلفة، اختصر الطريق، كل طول الطريق ووعورة الطريق كلها انضمت إلى بعضها حتى تكون جسرا جسرا فيسير عليه مبتهجا حتى يصل إلى ما أراد. وهذا إذا اصطفى الله عبدا فعل له ذلك، إذا اصطفى الله عبدا فعل له ذلك، راح قلبه وبدنه وروحه وفتح له قلوب الناس، فلا يجد عرقلة في هذا الباب وهو يصل إلى ربه جل في علاه. خصه الله مع هذه المزايا بكرم يستقل الدنيا لوافده ويستنزل الكبريت الأحمر لقاصده. يعني شوف يقول يعني الذي جاءه وافدا لو أعطى الدنيا كلها يستقله ما في شيء من سوي شيء، هذا كرم وجود النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. ويستنزل الكبريت الأحمر لقاصده سبحانه رب العالمين. الله يرزق ما يشاء بما شاء الله مرزقنا رب نعمل معروف وإغاثة الملهوف واتباع للسنن الصحابة، هذا الذي كنت أردت أيضا في نفس ترجمتي في هذا الباب، اتباع للسنن الصحابة لم يبعد عن سنن الصحابة بحال من الأحوال، هو الذي كما سنبين في العقيدة يقول الأصل ما كانوا عليه، نسير على ما صار عليه الصحابة، فإن أمنوا مثل ما أمنتم به فقد اهتدوا. وذلك هو دايما يستدل بقوله تعالى ومن يشاخ الرسول ما يشاغل رسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصير جهنم وساءت مصير. واتباع له اتباع، واتباع لسنن الصحابة واختفاء لأثار أولي الإنابة ما ورث العلم عن كلالة بل بيته لأهل العلم والعلوم هالة. يعني هو يقول ما ورث العلم عن كلالة، يعني لا أب له ولا لا، ده هو أصلا العلم سليل أهل العلم. نقل حافظ أبو عبد الله محمد أحمد بن عثمان الدمشقي أن مصنفاته تنيف على 500 مجلد، قد يجلس المرء للنهار يأخذ الكتب ويجمع ويرتب وتكون له مصنفات. أصلا ليه قصة وحكاية وليه أسس علمية شيخنا 500 مجلد من الذهن يملي من الذهن يا أستاذي، ما فيش أي نقل في أي شيء حتى النقلات، يعني هو أصلا لما بيكتب بينقل من كتب الأولين كلها يحفظها يحفظ صفحاتها. ولد سنة 60 و600 بحران وتوفي سنة 28 و700، يعني متى على 70 يعني؟ لا حاجة 80 كده على 70، هو تولد 60 40 أو حاجة 66 على 70 68 على 70 مات على 70 ولم يتزوج ناس موت أهل المحيا. نعم مات بدمشق مسجون الأمور جاءت بينه وبين علماء عصر وعقدت له المجالس فيما يتعلق بمسائل عديدة أصولية وفرعية، واستقر آخر الأمر على أن يبنى له في القلعة مكان يمنع منه من أراد الوصول إليه، وأقبل بعد ذلك على التصنيف والإكثار منه. يقال أنه وضع تفسيرا مطولا أتى فيه بالغريب والعجيب، وقد سبقه من قبله الإمام أبو محمد علي بن حزم فيما اتفق له حذو القدة والقدة عفى الله عن جميع، وذلك الشوكاني جمع بينهم قال عز الزمان أن يأتي بمثلهما. ابن عبد الهادي كان يقول شيخنا الإمام الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة بحر العلوم سيد الحفاظ فارس المعاني والألفاظ فريد العصر وقريع الدخل شيخ الإسلام قدوة الأنام علامة الزمان
ترجمان القرآن: عالم، عالم الزهاد وأوحد العباد، قامع المبتدعين وآخر المجتهدين، الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ، الإمام شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن محمد عبد الله ابن أبي القاسم الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله الحران نزيل دمشق، وصاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها. قيل إن جده محمد بن الخضر حج وله امرأة حامل على درب تيماء، فرأى هناك جارية طفلة قد خرجت من خباء، فلما رجع إلى حران وجد امرأته قد ولدت بنتا، فلما رآها قال: يا تيمية يا تيمية، فلقب بها. قال نجار: ذكر لنا أن محمدا هذا كانت أمه سمى تيمية وكانت واعظة فنسب إليها. الحقيقة أهم شيء في هذا الباب ما كان عليه الإمام من العلم الزاخر الوافر، وهو بحر لا ساحل له. يعني سمع من العلماء وسمع من الكتب، مسند أحمد مرات، ومعجب الطبراني والكبير والكتب الكبار والأجزاء، وعني بالحديث وقرأ بنفسه الكثير ولازم السماع من مدة سنين، وقرأ الغيلانات في مجلس ونسخ وانتقى وكتب الطباق والأثبات، وتعلم الخط والحساب في المكتب، واشتغل بالعلوم وحفظ القرآن، وأقبل على الفقه وقرأ أياما في العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل في التفسير السيبويه حتى فهمه وبرأ في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله وهو بعد ابن بضعة عشر سنة. فانبهر الفضلاء من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه. قال الزملكاني: كان إذا سئل عن فن من هذا العلم ظن الرأي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرف مثله، وكان الفقهاء من سائر الطائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه، وكانت له اليد الطولة في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين. ووقعت مسألة في الرأي في قسمة جرى فيها اختلاف بين المفتين في العصر، فكتب فيها مجلدة كبيرة، وكذلك وقعت مسألة في حد من الحدود فكتب فيها أيضا مجلدة كبيرة، ولم يخرج في كل واحد من عن المسألة، ولا طول بتخريط الكلام والدخول في شيء والخروج من شيء، وأتى في كل واحدة بما لم يكن يجرى في الأوهام والخواطر، واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. يقول: قرأت بخط الشيخ كمال الدين أيضا على كتاب رفع المنام عن الأئمة العلام لشيخنا تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد الحافظ المجتهد الزاهد العابد القدوة إمام الأئمة قدوة الأمة علامة العلماء وارث الأنبياء آخر المجتهدين أوحد علماء الدين بركة الإسلام حجة الإعلام برهان المتكلمين قامع المتدعين محي السنة ومن عظمت به لله علينا المنة وقامت به على أعداء الحجة واستمد ببركته وهده المحجة تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام من تيمية الحران أعلى الله مناره وشيد به من الدين. ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصري؟ هو حجة لله قاهرة، هو بيننا أعجوبة الدهر، هو آية في الخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر. وطبعا ثناء العلماء عليه كثير جدا في هذا الباب. الأصل أن هذا هو ابن تيمية، والكلام الأصيل على ابن تيمية وهو صاحب العقيدة ابن تيمية، وعقيدة ابن تيمية في هذا الباب هي أعظم ما تكون. إخوتي الكرام، الكلام على ابن تيمية هو فارس ميدان العقيدة، وهو الذي أصل أصول السلف في الاعتقاد، وكان عالما مبرزا يحفظ أصول منهج السلف ويبينه ويبرزه وينتقد خلافه ويسير على نهجه، وأيضا يقف مع كل مسألة من مسائله موضحا مفصلا مؤصلا، يأتي بالأدلة، يقول نحو الناس جميعا لا ينفعهم إلا أن يكونوا يعني مع الكتاب والسنة.
يقفون مع الكتاب والسنة. الحقيقة أن يعني الإمام ابن تيمية هو عالم الأعلام الذين نشروا معتقد السلف ودافعوا عنه، وهو يعد من أكبر شراح اعتقاد السلف، نعم، ما بين تفصيلات وتأصيلات وتأسيسات، وبين كتب مجلدة ضخمة قد فصلها كما في الفتاوى، ورسائل صغيرة كبيرة المعنى كالواسطية وكاللامية وكثير من الرسائل الصغيرة التي يعني أعطى فيها تبيانا لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. نشر الاعتقاد الحق وبثه بوسائل مختلفة وطرق شتى، هو الذي جدد لهذه الأمة أمر عقيدتها في القرن الثامن الهجري، ولم يكن ينصر نحلة معينة أو يؤيد مذهبا معينة، بل قائده في ذلك هو الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدعو أحدا قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي أو غير حنبلي، ولا انتصرت لذلك ولا أذكره في كلامي، ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. ولك أن تعرف من تسميه من أيضا ترجمة التمسها البزار، وهو يقول يؤلف أن يؤلف نصا في الفقه. قال ابن تيمية لو ألفت لنا نصا في الفقه في اختياراتك وترجيحاتك وأكون عمدة في الإفتاء. بيّن له ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الفروع عمرها قريب بخلاف الأصول، إذ كثير من أهل الأهواء الذين أسسوا الطوائف والفرق الضالة كان قصدهم إبطال الشريعة، فأوقعوا الناس في التشكيك وفي أصول دينهم. يعني فمن لهؤلاء حتى ننزع هذا ونبين للناس يعني العقيدة الصحيحة دون التلبيس. فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب علي أو يجب علي وعلى كل من يقدر، ويجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطلهم، يعني قال وقطع حجتهم وأضاليلهم، وأن يبذل جهده في ذلك ليكشف رذائلهم. فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت جل همي إلى الأصول، وألزمني أن أوردت مقالتهم وأجبت عنها بما أنعم الله عليها من الأجوبة. يعني هو بيقول ما الذي جعلني أنشغل بهذا عن الفقه والكتابة في الفقه، لأنه الناس صاروا في 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 كما يقولون صاروا في مهلكة الشبه، ولا بد من تفنيد لنزع اللبس الذي حدث بين عقيدة الخلف وعقيدة السلف. وإذا تناولنا باب العقيدة نناقش فيه في مسائل بين بيان في تمسك ابن تيمية على عقيدة السلف، عدم خروج ابن تيمية على عقيدة السلف، وأيضا نبين أنه تأصل على ما تأصل عليه السلف الصالح، اعتقاده على كل تأصيلات السلف ومنهجهم، أو إذا كان ابن تيمية متأخرا زمانا لكنه كان متقدما منهجا، ما يرى شيء من السلف قد وقفوا عليه قد تكلموا به إلا وقد يعني استلم ذلك وعمل به. ما كان بينه وبين المتقدمين من أصحاب القرون الثلاثة من اختلاف، فمآل الأمر عنده لا يخرج عن أصولهم البتة، وهذا سيأتي إن شاء الله بضرب الأمثلة على ذلك أنه ما خرج قط عن القرون الثلاثة. ولذلك هو تحدى أهل البدع وقال لهم معكم ثلاث سنوات، معكم سنين ثلاث، ائتوني بحرف أنا خالفت فيه القرون الثلاثة بالذات، القرون الثلاثة ائتوني بمسألة تكلمت فيها وخالفت. وقال لهم أيضا في هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، قال لهم وأنتم ائتوني أيضا بمسألة تكلم فيها من القرون الثلاثة ما يوافقكم على ما قلتم. مسألة واحدة قال لها ائتوني بمسألة واحدة تكلم بها واحد من أصحاب القرون الثلاثة. الأمر الثالث الذي دعا أن يتصلى في مسائل العقيدة الرد على أصحاب العتة السفهاء الأغبياء في العقد الغباء العقدي التاريخ الذين يدعون أن ابن تيمية قد أتى بعقيدة جديدة. هم يقولون هذا الرجل أتى بدين جديد، كل واحد أصلا يجلي أشوف سنة الكونية أو سنة الكونية، قالوا هذا أتى بدين على النبي صلى الله عليه وسلم، هي سنة الكونية. قالوا هذا الرجل أتى بعقيدة جديدة، وأن من تبعهم من أتى بعده هم ينصرون منهجه ولا ينصرون منهج السلف. أي شيء يضربوا فيك بدل ما يدخل المسألة تروح على السنة وهذا الباب. لذا تجد المخالف يقول العالم سلفي أنت تيمي ولا يعلمون أو نقل عنهم أو قل
هم يتعامون. ابن تيميه ما اختفى اصله لم يخرج عن منهج القرون الثلاثه الاول في الاعتقاد، ولهم في هذه التعميه مآرب اخرى، ومن ابرز ما يبين رسوخ ومتانه ما هو عليه من اعتقاد السلف تصانيف الامام التي اغرقت الدنيا في العقيده. فالمساله الاولى هنا ابن تيميه والعقيده. ابن تيميه تمسك بعد السلف، جمع الامام ابن تيميه منهج اهل السنه والجماعه في العلم والاعتقاد والفهم والعمل والسلوك واحياه، وحرره تحريرا بديعا اتسم بسعه العلم وقوه الامانه وحسن العرض ودقه الضبط، وقد سبق ولاحق في هذا المدام بجهاد علمي صادق متصل. وجهود ابن تيميه لا تحتاج لاحد يكشفها، جهود ابن تيميه ظاهره باهره قاهره. وقد ننظر في كلام تيميه بالاستقراء اقوال السلف واظهارها بارزه نقيه واضحه ليس فيها لبس وليس فيها غبش. وهنا لابد من توضيح فكل صاحب هوى وبدعه قد كان ياتي بالنصوص والاثار والاقوال التي تنصر ما عليه من بطلان، بمعنى لي عناق الادله او الاثار بما يتناسب مع الهوى وما ابتدعه المرء. فكان ابن تيميه اضافه الى انه استدل على اعتقاد الحق باقوال السلف ايضا ابرزه بشكل واضح. والحقيقه انه له منا علينا انه كان ابن تيميه اولا يتبنى ان قول الصاحب حجه، فكان يبحث عن كل مساله ان لم يجد فيها الدليل من الاثر من الكتاب والسنه بحث في كلام الصحابه، وده منهج من؟ اصول احمد، هذه اصول احمد. فبحث فان وجد اعتقد ما اتى به الصحابه. من ذلك ايضا انه دافع دفاعا لم يقم به احد مثله، واستعمل جميع وسائل الدفاع المتاحه ومن ذلك وسائل المتكلمين انفسهم. والزم منهج السلف اعتماد الاستدلال بالكتاب والسنه والاستدلال بالاثار واعتماد الانصاف والعدل في القول والعمل وتحرر الحق واعتماد استعمال برهان العقلي وقلب الحجه الى المنازع. هو صراحه اسس اساسا قال ما جادلني، ولا استقراء، ما جادلني مبتدع الا ورددت عليه دليله فكان دليلا عليه، رددت عليه الدليل الذي يستدل به يوضح انه مبتدع بالدليل الذي يستدل به. وانا ممكن اقول لك لو قال لك هذا ليس باطل فيه اشتباه فنقول نعم فيه اشتباه، صح كده؟ انت بتدل عليه بايش؟ هو اصلا خارج عن اطار الاسس الاستدلاليه، لان الاسس والقاعده التي وضعت فيها الاستدلال هي الكتاب والسنه او قول الصحابة. الصاحب على الراجح ان قول الصاحب حجه في هذا الباب، فينتهى الامر هو اصلا خارج عن الاطر الثلاثه. خارج عن الاطر الثلاثه. لا بيعتمد الكتاب ويقول لك ده بركه، ولا بيعتمد احاديث لان دي احاديث احد عنده في العقيده، فاهم؟ فاذا طرح احاديث العقيده، ماذا سيفعل في احاديث في اقوال الصحابه؟ احاديث العقيده ردها، اقوال الصحابه ماذا يفعل فيها؟ اذا هو طريقته وكل ما يعني يستدل به كله لا يمكن ان ينزل منزله التحقيق لما تبنى، ما تبناه مخالف للقرون الخيريه الاولى، حتى ما يتكلم به مخالف للقرون الخيريه الاولى. ماذا حدث بقى؟ شوف الجنايه، يبقى الجنايه الاولى انه حاد عن السلف. الجنايه الثانيه انقلب عليه، مش انقلب فقط، سبه استهزام، من ضمن ان يقول علم السلف ايش؟ احكم واعلم، وعلم الخلف اسلم. ها؟ السلف اسلم والخلف اعلم. هم قالوا احكم واعلم. فقالوا من الاتقان في علم السلف، طبعا هذا تغرير بالاغمار الاغرار. فصراحه جهد ابن تيميه عظيم واجتهاد ابن تيميه عظيم، وكله يرجع الى ما كان عليه السلف الصالح. ولذلك قلت وتحدى اهل بدع خاطبه، قال لهم اترك لكم سنوات ثلاث ائتوني باصل واحد من الاصول التي انتم يعني ها انتم عليها موافق السلف. هو ما في ده الى يوم الناس هذا، ما في احد استطاع ان ياتي بشيء مما قال. ويتمسك بالعقيده السلفيه ويتحدى كل من يخالفه ان ياتي بشيء يعني فيه روح دليل من السلف في ذلك. قال وانا اتيكم بكل قول اتكلم به بكل ادله عليه من اقوال السلف. فالذي تجلى
وجعل ابن تيمية كالجبل الراسخ هنا في هذا الباب. وأيضا اتقانوا باب العقيدة مسألة مهمة جدا، ألا وهي أول شيء كان ابن تيمية من أعظم الناس تعظيما للكتاب والسنة، كان معظما جدا الكتاب والسنة. لذلك هو الذي قال من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادي عليه ويوالي عليه، فلو حظ ونصيب من الذين، من قوله تعالى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء. كان يعظم الكتاب والسنة جدا، وكان دائما يحتج على الناس بقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الشرك قريب الفتنة، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. والإمام بأنهم يجعلون كلام الله وكلام رسوله هو الأصل، لأن الصحابة كانوا يجعلون أساس الأمر في كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم، وإليه يرد المتنازع فيه. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكان يتتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت ضعيفة. افتتح إيش يا حسام، ماذا تريد؟ فكان اتباع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا واتباع سبيل السابقين هو أجلى ما كان من سمات وصفات ابن تيمية. وهذا هو منهج تعظيم نصوص الكتاب والسنة بمهابتها، وأيضا يعظم أقوال السلف ويدعم نصوص الشرعية ويؤيدها بأقوال السلف نقلا عنهم. وكان يستخدم كتب السلف في ذلك. قال رحمه الله إن المجيب لله ولله الحمد لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماء، فإن كان قد يخطر له ويتوجه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء. فمن كان يسلك هذا المسلك كيف يقول يقال فيه خرق الإجماع، أو يقول لا نأخذ بقول إلا أن أجد يعني ما كان عليه من السلف. هذه دعوة كل أحد تربى في شارع من شوارع خلف إجماع الشارع. أيوة صح كده، هو ده خلف الإجماع، الحيد خلف الإجماع، هذا صحيح سبحان الله. لكن هو المشكلة أنهم يرون أنه خلف الإجماع أنه أتى بجديد جديد عليه، زي الأخ اللي بيقول لك ما في حد له حق أنه هو يتكلم بالحديث ولا يقرأ حديث ولا حتى يحتج بالحديث، ويراك أتيت بعجب أنك تقول له أين الدليل وين وجه الدليل منه. العلم عزيز شيء، جزاك الله لا يعطيه لأي أحد. فهو يتتبع الكتاب والسنة وأثار الصحابة الكرام، فهذه هي أصل الأصول في هذا الباب. وأوضح رحمه الله أن السلف الحق معهم ولا يبعد عنهم، ويعني حسن خلاف يقول لا يذهب الحق إلا يعني خارج هذا الخلاف الذي حدث بين السلف. وقال كلام السلف مؤتلف غير مختلف، فلا تعرض لوحدة المنهج والصدر، فإذا اجتمع بعضه لبعض زال الإشكال الوارد في الأذهان. قال فكلام أئمة السنة والجماعة كثير في هذا الباب، متفق غير مختلف، كله صاب. ولقد قد يبين بعضهم في أو يبين بعضهم في بعض الأوقات ما لا يبينه غيره لحاجته. وزي قال بأن كلام السلف تراه في تلاف لا اختلاف فيه حال من الأحوال. أختم بأن ابن تيمية أيضا كان رجوعه للسلف كما قلنا ولأثار السلف، ولم يبعد عن كتب السلف، وكان أعظم الكتب التي يرجع إليها في الباب كتب الأحاديث المعتمدة، البخاري ومسلم، كتب الأحاديث المعتمدة في هذا الباب. وكان أيضا يعتمد على كتب السنة، أصول السنة كان بيرجع إلى الجعفي وإلى الدارمي وإلى عبد الرحمن بن أبي حاتم وعبد الله بن الإمام أحمد، وأبو بكر يرجع إلى أبي بكر بن الأثرم وحنبل بن إسحاق يرجعون إلى ذلك، والخلال والإمام الطبري وابن، وأيضا كتاب الهروي وكتب أبي داود السجستاني وابن أبي عاصم، وكذلك التوحيد بن خزيمة والشريعة الأجري والإبانة بن بطة وشرح أصول السنة للكائي واعتقاد السلف أصحاب الحديث الصابوني، إضافة إلى التفسير المعتمدة في ذلك من كتب أهل التفسير. يعني هذه نبذة بسيطة من كلام ابن تيمية أو الكلام عن ابن تيمية في العقيدة، وإن شاء الله الأسبوع القادم نشبع القول في ذلك ببيان الأمثلة التي كانت لابن تيمية رضي الله عنه وارضاه. يبقى لنا الفتاوى إن شاء الله مع البخاري، يكون يعني في الليل بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم.